اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء، ورحبوا بكم في هذه الحلقه الجديده من حلقات الحدث، اقدمها لكم مباشره من قناه المغاربيه في لندن. قالت وكاله الانباء الجزائريه الرسميه ان الامين العام لحزب جبهه التحرير الوطني جمال ولد عباس قدم استقالته من منصب امين عام هذا الحزب لاسباب صحيه تلزمه قضاء عطله مرضيه مطوله. وأكدت الوكالة أن معاذ بوشارب رئيس البرلمان سيخلفه مؤقتا على رأس الحزب في انتظار أن يتم قرار هيئات الأفنان بشأن استخلاف ولد عباس. خبر نزل كالصاعقة على حزب جبهة التحرير الوطني، تحليلات ونقاشات حول الشكل والمضمون سنبدأها هنا في قناة المغاربية في برنامج الحدث، لكن بعد هذا التقرير تابعوا معنا. 72 دولة موجودة، رؤاس الدول ورؤاس الحكومات. من يشك بلي أحمد يحيى ماشي وطني ماشي باتريوت؟ أبدا ما نشكش في وطنية يحيى كرئيس، وكان في كون شك فيه الرئيس ما يعينوش وزير أول، ما يشلوش وعاود يرسلوا اليوم لباليرم ونهار الحد يرسلوا لأديس أبيبا. لا باش ما ندخلوش شك بعضنا بعض. هو تكلم قال يا يوتون دو مور، هذه اللي الناس كان اللي اولوها وانا ما نقبلهاش هذه. هل سيكون هذا اخر تصريح للامين العام لحزب جبهه التحرير الوطني جمال ولد عباس مشيدا بغريمه الوزير الاول والامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد يحيى رافضا التشكيك في وطنيته؟ رئيس الجمهورية ورئيسنا. استقالة جمال ولد عباس من منصب الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني خبر ليس كباقي الأخبار، وها هي وكالة الأنباء الجزائرية تؤكده. ما الذي جرى يا ترى؟ والرجل في الأيام الأخيرة كان حصانا أسودا يقاعد قواعد حزبه النضالية ويعمل جاهدا على نجاح التحالف المؤيد للرئيس بوتفليقة نحو عهدة خامسة ليستكمل برنامجه التنموي الذي بدأه عام 99 وتحافظ البلاد على أمنها واستقرارها، كما ورد وتكرر في خطابات ولد عباس مرات ومرات. جمال ولد عباس شغل الكثيرين بتصريحاته، بل ملأ الساحة السياسية ضجيجا بخرجاته المثيرة للجدل وتخلصه بطريقة فجة من رئيس البرلمان السابق سعيد بوحجة، وتأكيده أن إنجازات الرئيس لا ينكرها إلا جاحد، وأن المليارات صرفت في تنمية البلاد على مستوى جميع القطاعات، ولذا فإن الرئيس ليس في حاجة إلى حملة انتخابية. وما زال انتصروا في 2019، ومازال انتصروا في 2024 و2029 و2034. يكون عندي قرن في عمري ان شاء الله، قرن نكون معاكم ما تخافوش. ليرو متاورو مغالطين. حنا نو سون كوم لي زوليفي دو لا كابيلي، نشدو لي زوليفي دو لا كابيلي، الزيتون تاع بلاد قبيل يشد 2000 سنة، أنا ماشي 2000، 100 سنة كافية. صحيح أن شجر الزيتون في بلاد القبائل وغيرها مبارك فيه ويعمر مئات السنين، لكن بدا للجميع أن ولد عباس كان يحارب طواحين الهوى. المهمة انتهت رسميا، مثله مثل سلفه عمار سعداني الذي كان يمني نفسه بالذهاب لأبعد المحطات. هل هي استقالة أم إقالة؟ هذا هو أبرز سؤال على الألسنة في الشارع الجزائري، لكن المرجح أن القرار كان صادما ومفاجئا لعباس تحديدا، مما أدى إلى نقله لمستشفى عين النعجة في العاصمة، ثم يعلن بعدها أن الرجل أضحى متعبا صحيا وليس بإمكانه الاستمرار في مهمته الحزبية. كثير من المراقبين استهجنوا هذا التأليل متسائلين ماذا عن مصير الرئيس بوتفليقة إذن، والرجل لم يكلم شعبه منذ 12 بعد 2000، والذي بدا للجميع بمناسبة ذكرى أول نوفمبر بأنه لا يقوى على الحراك، فما بالكم بالحديث مع الأقربين منه.
أسئلة كثيرة تراها الغالبية مشروعة، ما إذا فعلا قد بلغ السيل الزبا حول تسويق مشروع العهدة الخامسة؟ وإلى متى يمكن إقناع العام والخاص بفكرة التمديد؟ هل هو صراع داخل أركان منظومة الحكم وعصابها امتد لما يوصف بصراع الأجنحة المستمر داخل بيت الحزب العتيد منذ عهد الأمين العام السابق عبد العزيز بالخادم؟ أطيع الله وأطيع الرسول وأول أمر منكم. وقعت إذن ورقة جمال ولد عباس في دلو ماء، وانقضى أجله في قيادة الأفلام في انتظار تعيين شخص آخر لإكمال المهمة، وأية مهمة. لكن الجزائر عامة سجلت خسارة أخرى في دمقرطة الأحزاب وشفافيتها، وجزائر بوتفليقة استمرت في نهج أو مخطط مليء بالأشواك والعراقيل، وعلى رأسها الافتقاد للشرعية الشعبية ولدولة القانون والمؤسسات الدستورية والقضاء المستقل. فهل ستستمر هذه الحال وتمضي البلاد نحو نفق مظلم، أم أن المقبل من الأيام كفيل بما يحمله من طموح مضاعف نحو تغيير سلمي مشروع يشارك فيه الجميع وبدون استثناء؟ إذن ينضم إلي عبر الهاتف من الجزائر السيد مصطفى بن عطلة البرلماني السابق عن جبهة التحرير الوطني والمناضل في جبهة التحرير. سي مصطفى أهلا وسهلا بك، ما الذي حدث؟ يعني عراب بوتفليقة، عراب العهدة الخامسة، عراب الاستمرارية، الرجل كان يتحدث عن 100 سنة يبقى في على رأس الأفلان، والأفلان يبقى يقود البلاد، يستقيل أو يقال فجأة بهذه الطريقة، ما الذي حدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية هو ليس عرابا، وليس عرابا ولا هو مادح شخص، لأن هو أمين عام لحزب ويؤيد رئيس الحزب، وهذا شيء طبيعي جدا كالفرق الرياضية التي يؤيدها ويصفق لها مناصرها. العيب يأتي عندما لا يكون الشخص من هذا الحزب ويكون عرابا. المهم، أنا أعتقد أن ما وقع اليوم في الجزائر بالنسبة للسيد ولد عباس ما هو إلا أمر طبيعي. ذهب شخص كما ذهب من كانوا غيره قبله، وسيأتي أشخاص آخرون، وأبعد أو استقال أو أقيل، القضية قضية صحة، وهذه لم تكن ظاهرة جزائرية ولا هي خاصة بحزب جبهة التحرير الوطني، لأن كل الأحزاب وكل الدول وكل الشعوب عندما يصاب الإنسان بمرض أبعده الله عن كل مسلم ومسلمة، عندما يصاب الإنسان فيتوقف عن العمل. نعم، يعني بالرغم يعني لو طبقنا هذه القاعدة ربما نطبقوها على رئيس الحزب، يعني رئيس بوتفليقة ربما كان أولى أن يستقيل، يعني هو مريض ومريض جدا والناس كل يعرفه. اسمح لي، يعني بالنسبة كيف تستقيم هذه القاعدة؟ يعني بالنسبة لولد عباس لم يبتعد وهو في مكتبه، بل الأطباء هم الذين قرروا هذا. الأطباء هذا شيء آخر، لكن أن نحن نقرر أو لا نقرر ما دخلنا في الموضوع. فلنحترم اختصاص كل صاحب اختصاص. ولد عباس ذهب إلى المستشفى فقرر الأطباء أن يكون الأمر كذا، فهو لم يبقى في مكتبه في مكتب حزب جبهة التحرير الوطني وقال إني مريض وكذا. هل كان يعني هل كانت يعني ذهابه للمستشفى كان سبب للاستقالة، أم كان نتيجة لإقالة، يعني أنه تمت إقالته ف أصيب بنوبة قلبية كما قالت بعض المواقع؟ شوف يا سيدي، إذا كنا نتحدث عن المواقع فلا مواقع إخبارية، مواقع لا إخبارية، لا يبقى أحد في منزله في منزله مرتاحا، لأن هناك أقيل أو استقال، المهم انتهى زمانه وانتهى وقته وانتهت مسؤوليته، وبقي هناك رئيس الحزب، رئيس الذي هو عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحزب، وكما بقيت كما يقع عندكم حتى في لندن وفي أوروبا، هناك أحزاب يوميا تقع فيها مشاكل وتختلف وكذا، ولكن
لا تناقشوا بهدوء جميل وبراحة جميل جميل. لكن لما يكون الكلام ماهوش تاع مواقع تاع قيادات كبيرة في الأفلان. أنا أذكر لك مثالين يعني. رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق وعضو اللجنة المركزية لحزب الأفلان عبد العزيز زياري، هذا مصدر موثوق، هذا يقول لصحيفة البلاد بالحرف الواحد إنه يعتقد أن مرض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني هو مرض دبلوماسي، يعني مخرج دبلوماسي، هكذا قال. المهم أنه ذهب عنا، المهم أنه راح لأنه خلق أزمات داخل الأفلان. ما رأيك في هذا التصريح؟ لا، أولا وقبل كل شيء لا تنسى أن السيد عبد العزيز زياري ما هو بروفيسور في الطب. لا بروفيسور في الطب. وأنا لا 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 شوف، أنا قلت لك شيء. نعم. أنا قلت لك بأنه سواء استقال أو أقيل فهذا لا معنى له في أبجدية السياسة. هو لا لا لا، إذا أقيل سي مصطفى، حتى ما نغلطوش المواطن يعني. إذا أقيل هذه مشكلة، فالناس تحب تفهم لماذا أقيل. غير اسمح لي برك، اسمح لي نطرح سؤال، أنا نعطيك فرصة تجاوب. إذا أقيل المواطن يحب يفهم، لانه مش نحكيوا على اي حزب، نحكيوا على فلان يعني اكبر اجهزه النظام يعني. من اقاله لماذا اقاله ولاي اجنده يعني؟ والله هذه من اقاله ولماذا اقاله هذه اسال عليها الاقربون. نعم طيب، اسال عليها الاقربون. نعم. لان انا لم يستشرني احد سواء في اقالته او في استقالته، فهمتني؟ هناك كلام آخر للقيادي. إنني أتابع الأمر عن كثب، الأمر عن كثب، وقد كانت مواقفي من السيد ولد عباس كانت مواقفي معروفة وثابتة ويعرفها الخاص والعام، ولكن الآن أبعد كما كبقية الناس. نعم، كما أبعد سعيداني وأبعد الذي كان من قبله. جبهة التحرير الوطني. نعم. جبهة التحرير الوطني لا يوجد فيها ولد عباس فقط، هناك. نعم. عبابيس وآخرون. صحيح. وهناك إذا غاب سيد قامت أسياده. جميل جميل. نعطيك يعني التصريح آخر يعني تصريح حزب جبهة التحرير. نعم. الوطني لا يشكو نقصا في الإطارات أو في الشخصيات أو أكيد. في السياسيين أو في كذا. أكيد. سي مصطفى، القيادي السابق في حزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم. نعم. عبادة أكيد. نعم. هذا قام يعني في. نعم. الأفلان يعني يقول بالحرف الواحد يعني ولد عباس تمت إقالته لعبثه وإساءته لرئيس الجمهورية ومؤسسات الجمهورية. هذا التصريح قالوا في حوار مع جريدة الجزائر اليوم. ما رأيك في الكلام؟ شوف يا سيدي، عبد الكريم عبادة ممكن هو قريب من الرئيس. صحيح. ممكن هو قريب من مكاتب القرار. نعم. ممكن هو قريب من هذا، يعرف هذا. نعم. فهمتني؟ درك هنا يا أنا لا أشهد عن قضية لم أسمع. صحيح. بها ولا أراها. طيب ابقى معي سي مصطفى. سي مصطفى، سأعود إليك بأسئلة أخرى حول مستقبل الحزب ومستقبل الاستمرارية والعهدة الخامسة، لأنه الأفلان مثل ما تقول الأفلان هم اللي هزين هذا الشعار. أرحب بالأستاذ في العلوم السياسية والإعلام الدكتور عبد العالي الرزاقي، هو معنا عبر هاتف من الجزائر. أستاذ عبد العالي، ما الذي حدث في اعتقادك؟ أولا، عندما نشرت وكالة الأنباء الجزائرية بأن السيد تقال، صرح عضو مكتب سياسي بأنه لم يستقل وإنما في عطلة شمع. بن مهيدي بالذات هو بالمهزي ما تهمنيش الاسم هذا كثير، لكن عندما صرح هو للأقرباء ليه بأن بوتفليقة طلب منه أن يستقيل. في جميع الحالات هو أحيل المنصب أعطي مؤقتا للسيد مشارب، بمعنى أن الجهة التي أقالت السيد ولد عباس هي الجهة نفسها اللي قامت بالانقلاب داخل البرلمان، ولهذا أرادت أن تعطي له شرعية لرئيس البرلمان الحالي. مع أنه هذا معارض للقانون الأساسي لحزب الأفلان، يعني المادة 36 واضحة أنه
إذا 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 أقيل أو إذا استقال إلى ذهب الأمين العام يقوم الأكبر سنا في حزب الأفلان وتجتمع اللجنة المركزية وجوبا. يعني كيف يتم خرق القانون الأساسي للحزب بهذا الشكل الفاضح؟ يعني هو نجد نضيف معلومة للمشاهد أكثر. هذا الشخص هو نفسه الذي فرض على عمار سعداني أن يعين الرئيس بوتفليقة رسميا وينحي كلمة شرفية، حتى ما نذهبش بعيد وما نذكرش اسمه احتراما للمنصب الذي فيه. إذن هناك مشكلة الآن مطروحة، عدم شرعية جبهة التحرير. الآن جبهة التحرير ستتفكك. لماذا هذه الأشياء توقع في الفترة هذه بالذات؟ هناك شروط فرنسية فرضتها على مرشح الذي يخلف بوتفليقة، وهناك منافسة بين أطراف لتلبية الشروط. الشرط الأول هي عودة الحركة والقومية، بمعنى الخونة من حقهم الدخول. هذا الشرط تحدث عليه أحمد ويحيى سابقا وتقريب وافق عليه. الشرط الثاني أن يطعن في الثورة، بمعنى أنه اللي ماتوا هذا ليسوا شهداء، هذا موتى ضحايا ديفيكتيم وسلام. وهذا الشرط الثاني أجاب عنه السيد أحمد ويحيى. الشرط الثالث هو تفكيك جبهة التحرير، أنه لا يمكن لجبهة التحرير أن تقود أي منصب في الدولة، بمعنى لا في البرلمان ونحاو السيد بوحجة واسمه بوحجة سعيد، والآن بالنسبة لهم جبهة التحرير الآن أحيلت للأرشيف، لأنه لم تحترم قانونها الداخلي الذي موجود في وزارة. لكن أليس غريبا أن يحدث هذا ونحن على بعد يعني 5 شهور على انتخابات رئاسية مصرية بالنسبة للنظام، والأفلان هو أحد الأجهزة الانتخابية التزويرية وأيضا أجهزة البروباغندا، يعني كيف يمكن تكسير هذا الجهاز؟ أولا نجم ننتبه للنقطة. المشروع الذي كانت أطراف 9 من أجل تمريره، وهو تعديل الدستور بحيث يسمح للرئيس أن يكون له نائب، وبالتالي هو الذي يقوم بالحملة الانتخابية 2019 في عهدة خامسة. هذا المشروع فشل. إذا الآن بدأ التنافس بين من يخلف بوتفليقة. لاحظنا أن سلوكات أحمد ويحيى كشفت هذه الأشياء، سلوكات بعض الوزراء كذلك كشفت بعض الأشياء، الصراع بين لوح وأحمد ويحيى كشف بعض الأشياء. بعض الوزراء يتحركون في السر ويديروا تكتلات، بعض أمناء عامين سابق الآن يتحرك. فالبحث عن مرشح، وكل واحد يتوقع أنه يمكن أن يكون بديل لبوتفليقة. يعني كل الصحف الآن الأستاذ يعني تذكرت لوح، يعني كل الصحف المصادر على رأسها تي اس ار، ونقرأ في 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 صحف الأخبار العاجلة للراجي أنه قضية إبعاد ولد عباس اتخذ، يعني قرار اتخذ، لكن أنه يقف مع ويحيى ضد لوح، هذه القشة التي قسمت ظهر البعير. هل توافق هذا يعني هذا التحليل؟ لأنه راح يجي أسئلة أخرى بعده. يعني أنا استبعد أولاً هذا مهرج، نحن نتحدث على مهرج أمين عام لجبهة التحرير، مهرج تسمح لي وجهة نظري شخصية لا يعني جرحه، ولكن نتحدث مع التهريج. التهريج لن يقبله أحد من الدبلوماسيين حسب التعبير الذي قلته سابقاً. فإذا هذا دبلوماسي مهرج وأساء للسلطات وما حدث. زوج أشياء، اولا طرد الامين العام وهو الحل، النقطه الثانيه طرد رئيس الحكومه بمعنى كذلك حالته، النقطه الثالثه وان هذه وجهه نظري ان يحل البرلمان حتى يعاد الاعتبار لمؤسسه شرعيه. وهذا الحل من الصعب في الوقت الحالي. لماذا؟ لان هناك ظروف من الصعب حل البرلمان في وقت يتم التحضير لمجيء السيد ماكرون الجزائر حتى يوافق على المرشح، او حتى على الاقل يكون يعرف الساحه من يخلق بوتفليقه. يعني الإشكالية اللي طرحت أنه الاحتمال أنه يكون سيناريو تحضيري للعهدة الخامسة، لأنه هذا هو هاجس النظام، هو الذي دفع الناس إلى الاعتقاد بأنه لوح ربما يكون هو منافس ويحيى، وهو المرشح المقبول دوليا، ربما المقبول داخليا
أنه ربما قد يلعب دور في هذه الانتخابات، هل تستبعد ذلك؟ استبعد ذلك لماذا؟ لأن المشكلة الآن أنه العهد الخامسة لن تكون. أول حاجة حسمت القضية من طرف، نعم تعرف، وعندما تصريحه الأخير عندما قال أنا لم أقول نحيو ليفان الأنابيب للرئيس، وإنما قلت أنه يعيش بالليفان. إذن هذا كلام رئيس المخابرات، هو سفير سابق في الجزائر وهو الذي أخذ الرئيس إلى فالديدراس. إذن يجب يكونوا واضحين. باجولي يعني باجولي. النقطة الثانية ننتبه إلى نقطة أساسية. الآن الصراع بدأ مع بين محيط الرئيس، بين أعضاء من محيط الرئيس حول من يخلف بوتفليقة. وطبعا هم يبحثون عن شخص يرضيهم. ولاحظوا أن الحركة من عندما بوتفليقة لا يستطيع أن يحرك يده، وشفنا صورة مؤلمة اللي شفناها فعلا تسيء للجزائريين، شفناها لا يعقل أنه يبعث أحمد ويحيى لفرنسا ثم يبعثه، وليس صدفة أن أحمد ويحيى يسميهم ضحايا، ليس صدفة. إذن هناك طرف آخر يريد أن يدعم، ونزيد نضيف نقطة أخرى، برام وأهميته. هل هذا الصراع داخل مجموعة الرئاسة أم بين مجموعة الرئاسة ومجموعة أخرى خارج الرئاسة؟ لا داخل الرئاسة. المؤسسة العسكرية لم تحسم الأمر، لم تحسم من يكون رئيس حتى الآن. ربما كاين في أماكن جدا حديث عن أشخاص، ولكن حتى الآن لم تحسم القضية. ولكن لا. حول الرئيس بدأ الصراع عندما تكشف أطراف أقنعتها في هذه الحالة تتضح الرؤية أكثر. وأعتقد ديسمبر، معنى 25 ديسمبر ستوضح الأمور. لماذا 25؟ لأنه الرئيس سيوقع قانون ميزانية، كيف يوقعه، ما هي الحركة التي يعملها، هنا تطرح إشكاليات كبيرة في الصورة التي ستلتقط له مع حكومته قبل نهايتها. سؤال أخير دكتور عبد العالي، ذكرت مرارا أنه الشخص الذي أقال أبو حجة، الذي فعل كذا هو الذي فعل، هل نحن نتحدث عن نفس الشخص يعني عن سعيد بوتفليقة؟ والله هو الذي أقال عمار سعيداني، نعم، وهو الذي يعين السفراء والمسؤولين في الخارج، شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة يعني، دون ذكره لأنه ما عندهش وظيفة في الجريدة الرسمية. وهذه الكارثة الكبرى. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد العالي الرزاقي، أستاذ العلوم السياسية والإعلام، كنت ضيفي عبر هاتف ميناء الجزائر. ينضم إلي عبر الهاتف أيضا ميناء الجزائر الباحث والأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور إسماعيل معراف. دكتور إسماعيل، كيف تفهم الذي حدث اليوم في الأفلان؟ أولا أنا بالنسبة لما حدث هو شيء طبيعي لصراع موجود بين طرفين، وأنا أخالف رأي صديقي العزيز عبد العالي الرزاقي في مسألة أن هناك داخل مؤسسة الرئاسة خلاف. أقول له بأنه ليس هناك مؤسسة الرئاسة الآن لأن الرئيس مش موجود، والرئيس تقريبا صار في خبر كان بالنسبة لأصحاب العلبة السوداء، فيه سعيد بوتفليقة الحاكم الفعلي الحالي للجزائر في مواجهة القايد صالح والجماعة التي تنشط، ولو أنه الخلاف لا يظهر بشكل قوي، ولكن يبدو بأنه تقريبا إذا كان ربما نعود نرجع فقط لنهائي كأس الجزائر، وتلك اللقطة التي التقطت من بعض الجرائد الفرنسية والأمريكية للالتحام بين ويحيى وقايد صالح في مشهد كان ينبئ على أن هناك أشياء تطبخ في الخفاء، وتبين لأن تقريبا ويحيى استفاد من ضعف الأفلان برئاسة البرلمان للسعيد بوحجة وأيضا لرجل آخر اسمه ولد عباس، وبالتالي أنه جماعة سعيد بوتفليقة تقريبا الجناح الآخر تقوى عليها ولم يصبح لها داخل الميزان. بعثوا برسالة قوية لويحيى من وهران عن طريق الرجل الطويل القريب الآن السعيد بوتفليقة طيب بلوح، والذي من المفروض أن يزكى أمينا عاما لجبهة التحرير الوطني، وعلى أساس أن
هذا الولد عباس وأيضا الرئيس البرلمان السابق لم يكونوا بمقدورهم على أنهم يصارعان أرمادة ويحيى ومن يقف وراء يعني يتضح من تحليلك أنه يعني يتفق مع تحليلات ما كتب اليوم يعني في المواقع الإخبارية الجادة أنه وكأنه الثنائية ثنائية ويحيى لوح بدأت تظهر يعني الآن المواطن ممكن يسأل يعني من يدعم ويحيى ومن يدعم لوح في النهاية؟ أستاذ أنا معك أستاذ سليم، أنا شخصيا والله لم أقرأ يعني كل ما كتب، ولكن البارح إذا كان تبع نوعا ما في صفحتي قلت بأن الجزائر مقبلة على خبر صحيح، وكان عندي المعلومة يعني صراحة بأن ولد عباس سيقال. وأيضا لابد أني كنت أحلل وأستفيد لكي أصل إلى نقطة مهمة، وهو أنه اسمه طيب لوح لا يلعب لصالحه صراحة، والسعيد بوتفليقة الآن تأكد بأنه رجل مثل شكيب خليل الذي عاد البارحة إلى الجزائر وهو الآن لديه أجندة لزيارة الكثير من الجامعات من بعض المواقع التي يلقي فيها محاضرات وتدخلات تمهيدا لتقديمه وتحضيره، هكذا السيناريو الذي انا استقيت بعض المعلومات عنه الى غد. لان طيب لوح لا يمكن له ان يصارع ويحيى بالنظر الى التجارب المهمات القذره لأويحيى والجماعه التي يدور في فلكها الى غد. لابد نقرا ايضا السياق بانه يمكن الولد عباس اساء كثير، وايضا برلمان سابق برئاسه يعني نسيت السي بوحجه عمي السعيد اساء كثير بين قوسين لمحيط الشقيقه الرئيس او نسميها الحاكم الفعلي، لانه نقولها بالعليان لانه القضيه ليست قضيه جريده رسميه، ولكن القرارات التي تتخذ السعيد الثوري يتخذها وليس شخص اخر. يعني لا يمكن. طيب هذا بالنسبة للوح، ماذا عن ويحيى؟ من يدعم ويحيى؟ هل نحن نتحدث يعني عن قطبين داخل المنظومة أم هو صراع داخل مجموعة الرئاسة يعني مثل ما قال عبد العالي الرزاقي؟ لا ما فيش مجموعة الرئاسة أستاذ. الآن شوف اتضح الآن بأن القايد صالح صراحة مندمج تماما مع طرح ويحيى، ويريد أن يكون ويحيى هو الخليفة للرئيس بوتفليقة، لا سيما أنه فرنسا التي كانت تعترض نوعا ما على ويحيى الآن قبلت، ولقاء ماكرون المعلومة ليست لدي بشكل صحيح، ولكن ما استزغدوا أنه كان فيه أكثر من ساعة ونصف يعني على هامش الاحتفالات المئوية للحرب العالمية الأولى في باريس، ونقاش كان قوي في مسألة بمعنى أنه هل ما يمكن أن تكون العلاقة بين الجزائر وفرنسا في حالة أن هذا الأوياية مثل ما يسمى بالصحاب عند الفرنسيين، وأيضا استهزاء عند الذين يمقتون هذا الرجل وأنا واحد منهم في الجزائر. فأعتقد أنه فرنسا هي اللاعب الوحيد، وأنا قلت في أكثر من مرة بأن الجزائر صارت شركة وملاكها الحقيقيون ليسوا الجزائريون للأسف، لأن القرار الآن إذا كان اتخذ من يكون خليفة للرئيس بوتفليقة قرار يكون باستحقاق بفرنسي أمريكي بالتنسيق إلى غده، فقط أنه لابد أن تكون هناك اللعبة بين قطبين، قطب تابع لأمريكا لشكيب خليل وقطب تابع ليحيى. وأنا ضد من يقول بأنه يحيى وتابع للمتروبول الأمريكي، لا، ويحيى منسجم، وأعتقد أنه الاستثمارات التي وقع عليها رجل الأعمال يسعد ربرب مثل ما قال صديقي عبد العالي الرزاقي لم تكن هكذا، وتصريحاته لم تكن هكذا، لأنه حتى الآن في داخل الترتيبات السابقة أستاذ سليم كانت تقول بأنه على جماعة الإنسان أن يرتبوا وصول قبائلي على سدة الحكم بوساطة فرنسية، وانه الجماعه في الشرق الذين يعارضون الفكره والشمال القسنطيني لديهم ان يعرفوا بانه ربما لابد ان يكون هناك قبائل راس الدوله، لانه منذ الاستقلال كانت شرق وغرب وجهات اخرى، ولكن منطقه طيب. القبائل لم انا يعني سأعود اليك دكتور نعم سعودي، ارجو تبقى معي، سعود اليك في اسئله اخرى. دكتور اسماعيل معرف ينضم الي عبر هاتف من الجزائر، الكاتب والصحفي الاستاذ سعد بوعقبه. أستاذ سعد، ما الذي حدث أو ما الذي يحدث؟ أستاذ سعد بالمدة الأخيرة
نعم في المدة الأخيرة ولد عباس تسمعوني؟ أسمعك أستاذ سعد تفضل. في المدة الأخيرة ولد عباس خرج على إطار ودار مشكل للنظام السياسي بشقيه الرئاسة والفلان والجيش عندما قرر ربما بتوصية من جهلة في الرئاسة للرئيس هو المرشح الوحيد للفلان وبالتالي سحب فكرة الترشيح من الجيش طول الحياة باللي النظام السياسي الجزائري الجيش هو اللي رشح ولا فلان تأيد وتأيد الأحزاب الأخرى فولد عباس خلق مشكلة للجيش بحيث أنها يتوافقوا على العهدة الرابعة ولا لفلان ما توافق لكمش على اللي ترشحوه يعني هنا كأنه حط الجيش في الحيط يعني هل كانت من عنده هذه التصريحات ام اوحي اليه لا حتى اللي دبر عليه حتى لكان الرئيس ولا محيط الرئيس هما اللي قالوا له اخرج الخرجه هذه هو في لفلان المفروض ان مثل هذا القرار ما يتخذش حتى ولو كان الرئيس حب يدير لفلان في مواجهه الجيش عمر على فلان ما كانت في مواجهه الجيش ونتذكروا لما طرحت الحكايه تاع بن فليس كيفاش كانت النتيجه يعني ايضا لما ترشح بوتفليقه في 99 لا فلان ايدت ما دارش مرشح تاعها مع بن حموده اذا في النهايه هو دار نظام سياسي بشقيه الرئاسه والجيش دار في مواجهه اين قضيه لوح ويحيى من هذه الاقاله بطبيعة الحال واحد منهم تابع للجيش والآخر تابع للرئاسة ويتساكوا بما بيناتهم على دور ما في القضية واضحة باللي نوح من جهة المؤسسة العسكرية ويحيى من جهة الرئاسة ما واضحة الحكاية هذه وبالتالي هذا أيضا في الشرخ الموجود لكن كان الاعتقاد أنه العكس يعني كان الاعتقاد أنه يلوح مع جماعة الرئاسة ويحيى مع جماعة الجيش والدليل لا موش العكس والدليل أن لوح لو كان جاء راضي على الرئاسة كان هو اللي يدي بلاصة ولد عباس ماهوش هذا تاع البرلمان النكرة اللي ماهوش معروف طيب يعني المسألة الآن يبدو أنها حسمت عادت لفلان لدورها الطبيعي لأن السيء اللي يجي سواء هذا ولا اللي يجي بعدها سيكون مستعدا للتنصل مما قاله ولد عباس لأن الرئيس مرشح لكن كيف يثق أنا أريد النقش في النقطة يعني كيف يعني إذا أقبلنا هالفرضية كيف يثق الجيش في لوح اللي هو ابن المؤسسة الرئاسة واللي كان عنده باع يعني مع أبو تفليقة يعني في الولاء ومن نفس الجهة وكل هذه الأمور يعني ما 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 ما, ما, ما هيش إذا تعرف باللي الحكاية هذو المسؤولين اللي دوروا في الحكومة وفي القيادة تاع الأحزاب الفاعلة في السلطة راه مع الواقف يعني ما عندهم حتى انتماء سياسي ممكن يكون غدوة أو في لفلان وكان يشوف مصلحته في حزب الأراندي لأنه ولاء الأراندي والعكس صحيح يعني الأراندي يمكن يولي فلان ما كانش مشكل في القضاء يعني ربما هذا يذكرني بدور لوح يعني في التسعينات أيام زروال وتلك الهجمة اللي كانت على بتشين وأدمي والدور اللي لعبه هو طبعا ما فيش شك والمؤكد الان ان المرحله الجايه ان اللي يقود لفلان سيعلن التملص مما قاله ولد عباس بخصوص العهده الخامسه وسيبقى في انتظار اشاره الجيش لتنصف تقف الصف لفلان وراء مرشح الجيش هذا اذا اضطروا يروحوا لانتخابات رئاسيه اما اذا اضطروا يروحوا المرحلة الانتقالية ويحلوا البرلمان ويحبسوا الحكومة ويديروا حكومة انتقالية وهذه أيضا قفزة في مجهول لأن ربما تكون هناك مشاكل لأن حل البرلمان وحل الحكومة
وفي الظروف الحالية يؤدي إلى مضاعفة المشاكل التي تواجه النظام، وبالتالي هي قفزة بمجهول. حتى ولو كان إعلان حالة الاستثناء دستوريا تسمح للرئيس بأن يمدد بقاء عام آخر لترتيب الأمور، ولكن حتى هذه قفزة بمجهول. ربما تجد المؤسسة العسكرية مرة أخرى نفسها في مواجهة الشعب وفي مواجهة احتمالات لا تحمد عقباها، وبالتالي الذهاب بمشاكل إلى رئاسيات متحكم فيها أفضل من القفزة بمجهول بانتخابات في حالة استثنائية بلا برنامج. اللهم إذا كان الجيش هو اللي تولى القضية وأعلن المرحلة الانتقالية وأحال الرئيس على 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 التقاعد. أستاذ سعد، يعني أنا أستاذ سعد كان عندي سؤال آخر، لكن ما دام ذكرت الجيش وذكرته تقريبا 4-5 مرات في هذه المداخلة، لازم ديكورتيكيو شوية الحكاية. من هو هذا الجيش اللي تحكي عليه؟ يعني القايد صالح؟ القايد صالح منخرط في مسار الرئاسة، ليس كذلك؟ يعني أين ما كانش جهاز المخابرات الديالس اللي كان زمان يقرر، ولا قيادة أركان مثل زمان تقرر، ليس كذلك؟ لا، في 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 حركة داخل الجيش، ماهوش قائد صالح اللي قرر الآن، لأن الأمور راه تتسارع. لم يعد قائد صالح هو الأساس في المؤسسة العسكرية، لأن المؤسسة العسكرية من خصائصها هي القيادة الجماعية. حتى ولو كان ممثلها قائد صالح، ما ينجمش يخرج عن نطاق القرارات اللي ألم يسحبهم بوتفليقة ألم يسحبهم بوتفليقة بالمليارات إلى صفه كما قالت الصحف الجزائرية؟ إذن يعني كيف يعارضوه، يعني كيف يعارضون الرئاسة؟ يعني طبعا 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 أنت تعرف باللي هاو الدهم 21 يوم للسجن، وقال باللي من إنجازات بوتفليقة هي وضع الجنرالات في السجن، ولكن شفت رد الفعل داخل المؤسسة هو اللي أجبر بوتفليقة على أن يقول مرة أخرى باللي يطلب ترحم ويقول هذا من إنجازات بوتفليقة أيضا. طيب. لا تفهم باللي المؤسسة ما زالت متمسكة، ويمكن دير عمل سواء بالذهاب إلى مرحلة انتقالية تعلن فيها وقف كل المؤسسات وبالتالي ذهب إلى نظام تأسيسي وجمهورية أخرى، وهنا تكون عندها موعد مع التاريخ، وإما تروح لانتخابات رئاسية متحكم فيها وبالتالي تبقى تتصارع مع البلاد. طيب أستاذ سعد، سأعود إليك بسؤال أخير أرجو أن تبقى معي. سيد مصطفى بن عطا الله البرلماني عن جبهة التحرير الوطني، يبدو أنه في النقاش والشي اللي راه يكتب الآن وشي اللي راهم يقولوا فيه القيادات الكبيرة تاع لفلان السابقة ولا رئيس المجلس الشعبي السابق زياري، أنه القضية مرتبطة باستحقاق رئاسي، يعني هي ترتيبات النظام يرتب للانتخابات الرئاسية، وأن هذا الصراع ما نشاهده هو نتائج لصراع راه في القمة. هل توافق هذا الرأي؟ يبدو أنه سيد مصطفى بن عطا الله غير موجود معنا، نحاول أنه نتواصل معه مرة أخرى. دكتور إسماعيل معراف، عندي سؤالين يعني أخيرين ليك ولسعد بعقبة، لأنه الوقت راه يداهم فينا. أليس غريبا أنه تحدث كل هذه البلبلة على بعد تقريبا 5 أشهر وأقل من رئاسيات مصيرية للنظام؟ متعود النظام ينظم روحه يعني قبل هذه المواعيد. نعم دكتور إسماعيل، انقطع الاتصال. طبعا أستاذ سعد، تسمعني أستاذ سعد؟ أستاذ سعد بوعقبة، أستاذ سعد؟ نعم. طيب، يعني السؤالين الأخيرين، يعني أولا، أليس غريبا أنه يحدث هذا على بعد 5 أشهر من الانتخابات، وانت تعرف انه هذا النظام متعود انه يرتب الاوراق قبل هذه المواعيد المهمه. هو صح شيء غريب، لان لما تكون قياده على مستوى لفلان بنوعيه ولد عباس لابد ان يحدث ما يحدث، وكي تعود المؤسسه العسكريه غارقه في مشاكلها تاع الكوكايين ولا والجنرالات في الحبس
عليه يعني قائدها يعني عدة علامات استفهام وعرابه تلوكها الألسن والصحف بطبيعة الحال ما يفكروش في 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 مخرج بهذه. ولهذا والرئاسة أيضا هي في حالة التي عليها الآن بحيث فارغ الرئيس لا يذهب إلى الرئاسة أبدا منذ عامين ولا ثلاث سنين ما يروحش إطلاقا للرئاسة، فما بالك بإدارة شؤون البلاد. وبالتالي وجدت صعوبات في أن النظام يحذر بديل نفسه بطريقة مقبولة كما كان الأمر من قبل في السنوات في المراحل السابقة. ولهذا الأمر لا يعود للصعوبات التي تواجهها البلاد فقط، وإنما يعود إلى نوعية القيادات اللي راح تقود في البلاد سواء على مستوى رئاسة الجمهورية ولا على مستوى الجيش وعلى مستوى الأحزاب الفاعلة لفلا والإرادي. سؤال الأخير يعني هو تابع لهذا السؤال، يعني أليس غريبا أيضا أنه المعارضة والنخبة يعني القوى الحية تاع البلاد تاع الشعب يعني غائبة عن هذا الصراع وهذه الهملة الكبرى يعني وهذا الضعف عند متخذ القرار، يعني أليس غريبا هذا أيضا؟ هو صح غريب، ولكن السياسة اللي طبقها بوتفليقة منذ مجيئه وهي أنه يضعف الناس كل باش يقوى أدت إلى نتائج. أنه لم يضعف المعارضة فقط وإنما ضعف البلد وضعف حكمه وضعف مؤسسات الدولة، وبالتالي انتهى إلى ما انتهى إليه أن بلد بدون بديل لا داخل النظام ولا من خارج النظام، وهي مسؤولية كبرى ترقى إلى مستوى الخيانة العظمى لو كانت البلاد فيها مؤسسات حقيقية. لأن لفافات مثلا كان حزب يسيطر بشكل آخر على منطقة القبائل وعلى دوائر اليسار الجزائري وعنده إشعاع لباس بيه ويمثل جزء مهم من البديل، وأيضا الارتدي وأيضا الإسلاميين اللي كانوا موجودين في حركة حماس اللي قسمها إلى خمسة وحركة تطلع اللي قسمها إلى خمسة وتشرذمات اللي دارها الحزب اللي دارها بوتفليقة من أجل أنه يضعف الحياة السياسية باش يولي زعيم أوحد خالف البلاد، أدت إلى نتائج عكسية تماما خربت البلاد وخربت الاقتصاد على البلاد وخلتنا في هذه الوضعية التي تنذر بكلام إلى تناولنا نفكروا في مرحلة انتقالية فيها حالة الحصار وحالة الاستثناء هي الحل. يعني شوف وين وصلنا. أشكرك جزيل الشكر أستاذ سعد أبو عقبة الكاتب والصحفي الجزائري، كنت ضيفي عبر هاتف من الجزائر. ينضم إلي أيضا الكاتب والصحفي الجزائري أستاذ فيصل مطاوي. أستاذ فيصل، كيف تفهم هذه الإقالة في هذا التوقيت لولد عباس؟ طبعا واضح جدا أن حزب جبهة التحرير الوطني وحزب غير مستقل يعني لا يملك القرار، وبالتالي التغييرات بهذا الشكل معتادة في جبهة التحرير على الأقل خلال 35 سنة الأخيرة، رحيل عبد الحميد المهري، رحيل علي بن فليس، رحيل عبد الخادم، رحيل عمر سعداني لأسباب صحية قيد آنذاك، ورحيل جمال بن عباس لأسباب صحية كذلك. يعني الأمر ليس جديد تماما ومعروف عن هذا الحزب، وتلاحظ أن لا أحد تكلم في حزب جبهة التحرير الوطنية حول استقالة أو إقالة جمال بن عباس، لا بيان ولا تصريح ولا أي شيء. يعني كيف الحزب يقول انه حزب الاغلبيه البرلمانيه وحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقه وحزب ثوري والى غير ذلك من الامور لا يعلن على الاقل على يعني رحيل او المسؤول فيه، يعني ما بالك بالامور السياسيه والامور النظاميه الاخرى. وبالتالي هذا الرحيل اعتقد كان ربما متضررا بان جيران وزعفات يبدو بحسب منتقديه انه يعني اكثر من الاخطاء السياسيه وموصفه بالاخطاء السياسيه، منها مثلا انه اعلن قبل الأوان عن ترشح رئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة عام 2019، رغم أن رئيس بوتفليقة لحد اللحظة لم يقل أي شيء، ودون طبعا دون المرور على اللجنة المركزية والهيكل القيادية في الحزب، إضافة طبعا إلى الأخطاء الأخرى المرتبطة مثلا بالترحيل أو طريقة ترحيل السيناريو الرديء لترحيل سعيد بوحجة من على رأس المجلس الشعبي الوطني لغرفة ما علاقة هذا الحدث ما علاقة هذا الحدث بترتيبات الرئاسية القادمة؟ أعتقد
اعتقد ان ربما عنده علاقه بامور كثيره، لان الترتيبات لم تنتهي بعد، يعني حتى سيناريو الولايه الخامسه لم يكسر فيه علامه على حسب ما نعلم. وبالتالي فولد عباس يعني سرع الامور في وقت كانت بعض الهياكل على الاقل في الرئاسه او حول الرئاسه او مقربه من الرئاسه تحضر الامور برحيل بوتفليقه وببقائه. وبالتالي فولد عباس كانه لم يفهم اللعبه ولم يفهم تعقيدات اللعبه السياسيه، وذهب في التصريح الذي اخطا، الذي يعني جعل بكثير من وسائل الاعلام الدوليه تخطئ ربما في القراءه بالقول ان رئيس بوتفليقه ترشح بالفعل لولايه رئاسيه خامسه. هذا هو الشيء اللي اعتقد من الاسباب الاساسيه لترحيل جنرال عباس، ريثما يقول كلام او انه يقوم بتصريح، رغم ان بعض من المقربين لا زالوا لحد اللحظه يا سليم يقولون ان جنرال عباس لم يستقيل. اشكرك جزيل الشكر استاذ فيصل مطاوي الكاتب والصحفي الجزائري، كنت ضيفي عبر الهاتف من الجزائر. عاد الينا السيد مصطفى بن عطله، كنت قد سالتك يعني قبل انقطاع الاتصال، ألا تعتقد أنه كما يعتقد المحللين اللي كانوا معنا أنه هذه الأمور مرتبطة بكل هذه الصراعات داخل منظومة الحكم لترتيب يعني هذه الرئاسيات اللي الظاهر ما لقولهاش راسها يعني بالمصطلح الجزائري؟ هو شوف بالنسبة لما وقع وعلاقته بالرئاسيات، وأنا مع المحلل مع هؤلاء الزملاء الأصدقاء أو الفرقاء المحللين، فهمتني؟ لأن لابد سواء في الجزائر أو في غيرها، وأنا دائما أكرر ليست هذه ظاهرة جزائرية، بل التهيئة والاستعداد والتحضير والصراعات لا بد وأن تكون قبل أي استحقاقات رئاسية سواء عندنا أو عند غيرنا. بالأمس فقط في أمريكا عندما كانوا ينتخبون مجلس الشيوخ الأعضاء كانت هناك حروب دحس والغبراء، لكن في إطار ديمقراطي وفي إطار ديمقراطي ويعني انتخابات حرة ما فيهاش تزوير وما كاش الكوتا وما كاش كل الأمور، أليس كذلك؟ شوف يا صديقي، الديمقراطية ليست أرقام 1+1=2، هناك تقديرات. فكذلك في الجزائر هناك من يظن أن الجزائر هي أكبر دولة ديمقراطية، وهناك من يراها أنها أكبر دولة ديكتاتورية كما أمريكا كما غيرها كما كذا. هذه رؤية وكل واحد ينظر بمنظاره. ثم بالنسبة للاستعدادات وغيرها للرئاسيات، لا بد هذه لا تخفى على أحد ولا ينكرها أحد. أشكرك جزيل الشكر، واضح. لا أظن أنها صراعات بقدر ما ترتيبات، يعني ما أراها تموقع. تموقع وليس صراعات. صراعات لا صراع ديك ولا صراع ثيران، بل هي تموقع. وهذا شيء لا أراه يتطلب حديثا طويلا أو عريضا، لأن لا بد من تموقع الأشخاص. حتى أنت في قناة المغاربية لو يتغير، لو كان يكون الانتخاب نتاع الرئيس المدير العام للقناة اللي راك فيها يكون فيها انتخاب، كذلك نرى الكواليس ونرى التموقع ونرى ممكن حتى الصراعات هذه بين أشخاص في انتخابات طبيعي. هذا راح تكون انتخابات حرة ونزيهة يعني على الأقل هنا في المغاربية. أستاذ مصطفى أشكرك جزيل الشكر، مصطفى بن عطلة البرلماني السابق عن جبهة التحرير الوطني، كنت ضيفي عبر الهاتف من الجزائر. دكتور إسماعيل، أنا أختم معك بسؤالين كنت قد سألتهما للأستاذ سعد بعقبة. يعني لم نشهد هذا الأمر يعني لا بعد موت بومدين ولا بعد استقالة الشادلي ولا بعد استقالة زروال ولا بعد اغتيال بوضياف، يعني محطات كبيرة يعني، لكن النظام لم يكن مرتبكا، كان دائما يرتب الأمور ويمشي للاستمرارية، استمرارية النظام. لماذا هذا النظام مرتبك لهذه الدرجة؟ يعني 5 شهور قبل الرئاسيات لم يحسم في شكل ومضمون استمراره. أولا أنا قلتها في أكثر من مرة سابقا، أن الفرق بين الرئيس بوتفليقة والرؤساء الذين حكموا الجزائر منذ الاستقلال لغاية اليوم، صحيح أنه ربما أنجزوا ما أنجزوا وأخطأوا ما أخطأوا، ولكن يحسب لهم أنهم لم يكونوا بهذا النرجسية الفظيعة
التي تميز بها الرئيس بوتفليقة في فترة حكمه، على سيما في 15 سنة التي ربما مضت، شهدنا بأن رئيس بوتفليقة أصبح هو الأمر الناهي داخل الدولة، وأصبح بتصرفات صراحة غير مسؤولة، أساءت كثيرا لصورة الجزائر داخليا وخارجيا، وأصبحت الوحدة الوطنية أمام صراحة كف عفريت، وأصبحت أيضا ربما حتى مستقبل الجزائر على صفيح ساخن، وبدليل أن اليوم الجزائر تتوجه إلى الاستدانة، لأن وزير المالية من حكومة بوتفليقة هو الذي يقول بأنه بعد ربما 2020 لن يتلقى يعني يتبقى كمخزون بالنسبة للعملة الصعبة والاحتياطي إلا 23 أو 33 مليار دولار، وبالتالي أنه هذا الفشل مسؤول عليه الرئيس بوتفليقة، هذه إنجازاته الحقيقية التي لا يريد ربما من شياتي بوتفليقة وغيره أن يتكلمون عليها بصراحة. ثم أنه لماذا أفرغ الدولة من كل محتوياتها، وحتى يمكن السابقون كانت فيه صراحة إجراءات قمعية وديكتاتورية، ولكن لم تصل إلى القضاء على الدولة وعلى ربما الحاجة البسيطة لسيرفيس مينيموم نتاع الدولة. اليوم الأمام وضع سياسي جد صعب، ليس هناك رئيس مستريات عطلانة في الجهة الأخرى. أستاذ سليم، هذا المهم هو أنه لأول مرة ينتقل القرار في الجزائر صراحة السيادي بشكل 100% إلى الخارج، وهذا أخطر صراحة ما الآن نشهده، لأنه ننتظر الآن ربما تأجيل انتخابات الرئاسة، سيخرج أحد من جماعة الرئيس يقول بأن الرئيس لن يترشح، ثم تؤجل انتخابات الرئاسية لأكتوبر الخريف القادم إلى غد، على أمل أن يكون هناك، أنا ما نظنش بأنه يكون حل البرلمان، ولكن على الأقل تكون إجراءات أخرى حتى صحيح. يكون هناك استعداد. لكن هذا أحال دكتور إسماعيل، يعني سؤالي الأخير، يعني كلامك هو متفق مع كل ربما أو معظم وربما لا أبالغ نقول كل محللين الجديين في الجزائر، صحيح أنه يعني الحالة هي بالخطورة الكبيرة يعني، لكن قال البعض أنه بالرغم من ذلك نجد أن المعارضة لحد الآن لم تجد لها ربما موقع من هذه الأزمة، يعني ما زالت معارضة تشاهد تراقب، القوى الحية للشعب تراقب، أيضا المجتمع المدني إلا القليل منه طبعا اللي راه يناضل في الميدان، لكن البقية يراقبون وكان الأمر لا يعنيهم. يعني أليست مفارقة عجيبة أن يكون نظام بهذا الاهتراء وبهذا الارتباك وتكون المعارضة بهذا الإخفاق الكبير؟ والله أحسنت التوصيف أستاذ سليم، واعتقد انك انت اجبت على البرلمان الذي تكلم عن جبهة التحرير والمساند لهذا النظام البائس، بانه ليس حتى لما حتى ربما تقضي على المعارضه، ولكن انك تبقي على الاقل على معارضه واجهه تستطيع على الاقل تحفظ ماء الوجه لهذا النظام، لان اليوم الجزائر ليست بلد معزول، ليس موجود في قاره معزوله، العالم كله يشاهد من الان الى غد، اصبحنا غير قادرين صراحه على اننا نحل مشاكلنا الى غد. المعارضه في رايي بانه يمكن فيه لازم، ما لازمش اننا نحبط كثير من المعارضين وكثير من النشطاء الذين يعارضون لنفسهم، ولكن مشكله الخوف ما زال عند هذه المعارضه، وما زال عند المجتمع المدني، وما زال عند الاساتذه الجامعيون، وما زال عند المجتمع المدني، وايضا حتى بالنسبه للجمعيات الاهليه من النقابات وغيرها الى غدك، ويخافون كانه يخافون من نظام وكانه قدرنا هو ان نبقى في هذا الوضع كان قطيع، واعتقد انه نستطيع ان نغير لو كان ربما المحللون والنشطاء والاحزاب السياسيه، وهنا الان المعارضين الحقيقيين، وانا اتمنى انه جماعه الانتقال الديمقراطي انها تجتمع من جديد، لانه الان الفرصة مواتية أكبر من الفرصة التي كانت منذ سنوات في جيرالدا، من سنتين في جيرالدا إلى غدين، إنه الآن ممكن النظام صراحة يرتبك وممكن أن تصبح فاعلة. أتمنى وأصرخ من هذا المنبر أستاذ سليم لكل من اجتمعوا في أرضية مظفران أن يعودوا للنشاط على الأقل لتحريك هذه المياه الراكدة، والقول بالنظام بأن هناك أطروحات وهناك مقاربات يمكن أن تساعد على حل الوضع، لأن بالنهاية جميل. السفينة عندما تغرق نغرق فيها جميعا. نعم.
أشكرك جزيل الشكر دكتور إسماعيل معرف الباحث والأكاديمي والمحلل السياسي، أشكرك على هذه المشاركة معي في هذه الحلقة، كنت ضيفي عبر هاتفنا الجزائر. الشكر موصول إليكم مشاهدينا الأعزاء، سنعود إلى هذا الموضوع أو سنستمر في مناقشة هذا الموضوع في الحلقات القادمة. كثير من المحاور، كثير من الأسئلة يجب أن تطرح. نشرك أيضا أكبر قدر ممكن من المحللين السياسيين ومن الشخصيات السياسية ورؤساء الأحزاب لكي نفهم هذا الواقع الغامض في الجزائر وحالة الارتباك من جهة، حالة الانسداد أيضا من جهة أخرى، تحدث عن المنظومة والمعارضة وأيضا عن الشعب الجزائري وعن قواه الحية أين هي من كل هذه الهملة التي خلقها نظام الحكم في الجزائر. الشكر طبعا موصول إليكم مشاهدينا الأعزاء، نلتقي قريبا في حلقة من حلقات برامج قناة المغاربية. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.